لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. تتأمل قدس الأم مريم زكا رئيسة دير القديس يوحنا المعمدان دوما لبنان، تتأمل في ميلاد والدة الإله تحت عنوان أنشودة الوعد الإلهي. أنشودة الوعد الإلهي العذراء مريم، فتقول: اليوم ولدت أنشودة الحب الإلهي البكر مريم، أطلقت الملائكة اسمها من فم الأبواق السماوية. النعمة لكل البشرية حلت، الآب في الابن بالروح القدس. اليوم ارتفع الوعد الإلهي فوق مراتب الشروبيم والسرافيم. إذ تخطى الرب بميلاد مريم مدارات الكون المنظورة وغير المنظورة، إذ أولدها الإله من شيخوخة يواكيم وعقر رحم امرأته حن الذي جفت دماؤه. هل وعد الإلهي للمسكونة يتحقق؟ طفلة ولدت وربيت في الهيكل، هيكل حشا قلب الإله، وفي هيكل الشريعة استكانت، فسكنت مريم في هدأة صمتها وتمتمات صلواتها. هكذا سمعت تناغيم شعاع فجر النور وتراويح ابتهالات الصلاة في قلبها للإله. وأيام عمرها ما كانت من عد السنين بعد. مريم أولدها الإله في الزمان ومن الزمان بعد وصال مع الثالوث لا ينثلم. صيرها الثالوث بدء حياة الكون من الإله فيها، وبها صارت الأرض المخترقة سماء وفردوسا، وكان الوعد بأنها ستصير بحملها أقنوم الثالوث الثاني أورشليم السماوية. غدا نتابع هذه التأملات، فتابعونا.